اكيد طبعا بجانب التزام الجماهير والصوره المشرفه وان عندنا كمان روح الالتزام وحابين نطلع بلدنا باحلى صوره كمان الداخليه كان ليها شغل جامد قوي شغل قوي قوي تامين وغيره عايزين نعرف عايزين نفكر الناس بالضوابط والقوانين والقواعد اللي هم حطوها الحياه ما تمشيش من غير امن الحياه لازم فيها الامن اقتصاد رياضه اي حاجه في الدنيا في الحياه العصريه تحتاج امن وامان. حتى لما جت وزاره الداخليه بتنزل الضوابط قالت ان هي بتهيب اصلا بالجماهير والبيان ده والضوابط دي لراحه وامن الجمهور. يعني الضوابط المعمولة اللي متخذاها الداخليه او اللوائح الانضباط الخاصه بدخول المشجع أستاذ القاهره او اي استاذ بخصوص هو. م. الدوره م. هو الهدف منه تمام دي بنقول فلسفه القانون ايه طب فلسفه الضوابط دي ايه حمايتي مش انا يعني حمايه م. المواطن راحته نظام اي حاجه فيها نظام بتبقى تمام صحيح اي حاجه فيها نظام ومؤمن م. بيبقى التمام او المظبوط صحيح النهارده لما بعمل لوائح او ضوابط ما بعملهاش كده بعملها لراحه وامن الجمهور <تصفيق> <تصفيق> اللي هو بداها بالآتي. ايوه لن يسمح بدخول او لن يسمح, يسمح بدخول, بدخول لمشجع الا بحاجتين <applause> الفان اي دي زائد التذكره وربط بينهم من بعض يعني ما تخش تذكره <applause> مش متسجله على <applause> بطاقتك أنت مم. وتخش. مش تذكرت بعد. حد تاني كله مرتبط مرتبط بطول. ببعضه. مم. ده أولاً. مم. اتنين. حدد أبواب الفتح والغلق من الساعة كذا للساعة كذا. مم. وحددهم في خمسة ساعات. يعني براحتك عندك الوقت تبدأ من أوله أو توصل لآخره. بعد كده حذر بعض الحاجات اللي بتدخل ممنوع ساته. تدخل. ممنوع تدخل. مم. اللي هو مثلاً هنقول على سبيل أيوة. المثال مم. وليس, وليس الحصر. حصر. اللي هو مثلا ايه صفارات آه اسبريهات باور بانك آه تليفون محمول مغلق مم. مم. مش هيخش مم. خد بالك مم. تليفونك المحمول شغال هيخش مم. مغلق ومفهوش بطاريه مم. لا مش هيخش آه زجاجات وعلب المياه الغازيه لان جوه فيه سامح سامح باكواب بلاستيك مم. مانع الاسلاك الكهربائيه مانع البطاريات الجافه، اجهزه الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، مم. شرائح لحام الاسلاك، مم. كل ده لراحتك وامنك. مم. يسمح فقط بدخول اكواب المياه البلاستيك وعلب العصير الكرتون والاطعمه. فاطباق فعلي. دي البيانات الموجودة كلها طلبات مشروعة كلها في اي استاد يا فندم. يعني يخش بسلك يعني اي استاد في اي حته في, في اي دوله بيبقى هي دي الارشادات. بالظبط. بجانب بقى ان هو حاطط لك ارشادات درجه ثالثه تخش منين م -م. درجه ثانيه تخش منين عشان ما يحصلش تزاحم تكدس وتزاحم لانك لو دخلت لو الواحد داخل درجه م -م. اولى م -م. ودخل من باب ثالثه هتلف ده كله ازاي؟ صحيح احدد م -م. لكل تذكره دخولها منين؟ م -م. م -م. حط ارشادات م -م. حط النصائح حط التعليمات دي موجوده في كل حته في وعلى الجميع الالتزام هم الحمد لله التزم